خلينا نبدلوا شويه هكا تحس قلقت شويه. بدل اللي قلقت له شيء ولدي شيخ ولدي اللي قلقت له شيء. شهاب رجع لتونس يخدم في برنامج في قناه كارتاج بلوس مع بدي من جامعه تبعته شويه. والله شهاب على الاول ما رجع راهو اتصل بيا. اه. وسالوا هو كي تحب. حب باش يعمل حاجه في اي اف ام. قلت له يا شهاب مانيش نقول لك حتى شيء. انا باش نحطكم كونتاكت ديريكت مع المسؤول الاول مع المدير. شيخه. خليته مع المدير ما تعرفش نوصل من بعده ما قال لي ليه راه ما تقابلتش الاراء ما كذا فهمت ما عنديش معاه حتى مشكله كنا نتكلموا ولتو الغدوه كي يجي فرصه نتكلم تبعت شويه برنامج بتاعه ولا لا ما تبعتش والله ما تبعت تام نقول لك بصراحه راني ما نصارش برشا في الليل صدقني ما نصارش بالكل مش ما نصارش برشا باهي من بعد شويه كاكتوس وبالاحسن طرابلس اللي كان مسؤول عليها عطلتكم شويه في المكشوف عطلتكم شويه عصا في العجله عصا دي بار حديد مش عزاء مثلا هادي ما هم اللي قالوا ما نصوروش وما نعملوش شنو وعملوا فينا ما عملوا ها وهذيك بعدين جاء خطاب كان كيف توصل لي راني ما حتى راهو سؤال اللي قلق باش نجيك باش نجيك حتى لين وصلنا لك البكيه نتاع الرئيس اللي اولوها كيما حبوا هو على اثر هاك العصا هذيك وعلى هاي. هاي ما عنديش راهو مشكل راهو صاروا لكم مواقف صنصره في بالمكشوف ما ظهر ليش ما فهميش لاني قلت لك لو برومير ريسبونسابل اللي ربما بتخاف منه وقال لك سامحني لا اله الا الله محمد رسول الله المدير سي العربي ناصر سي العربي ناصر ربي يشفيك سي العربي قال لك انا راسي سد انا راسي سد خويا تكلم ما تظلموش الناس كل شيء اما انا راسي سد دونك كانت ورانا كان ورانا حيط اون بيتون فهمت رغم اللي قبيلك حتى لمحت لها قلت لي خرجت بطريقه مش باهيه من حنا بعض تم تردي من قبل العربي ناصر شنو صار فيها هذيك؟ هذيك يا سيدي الترجي الرياضي التونسي بسبب الترجي بسبب الترجي عامل خليط الاحباء نتاعو في مسجد بوزلفه وانا وقتها كان نسيبي الدكتور لسعد السراي خو مرتي ولد عمتي المسير في الترجي وقتها انا بريسك نايب الرئيس مش مسير شد الفوت بعدين شد الهوند شد الفولي شد هو معروف اكثر في الهوند قال لي راهو جماعه منزل بوزلفه قالوا لا ولدي لا يدشن حد شيء لا ما تجيبوا الحاجه معاكم مشينا فرحوا بينا والدنيا وقتها مازال ترى مازال الدنيا سخونه هكا تاكل في بعضها في تونس جاوا بعض هكا الاحباء من الترجي كانوا يحبوني برشا خاطر انا نقول الحقيقه فهمت واللي داروا بعداش على سليم شيبوب ان شاء الله ربي يسهل عليه وحسن ويشفيه وبقي الستر عليه في الاجتماع هذيك خذيت انا كلمه وتكلمت الترجي سبيت حنا بعض ليه مو سبيت حنا بعض ليه مو سبيت حنا بعض الكلام اللي خلاص سبيت حنا بعض لا يستحيل لا عمري ما نسب حاجه نخرج منها عمري ما تخلقش روحك تذمرت من اللي تعاني فيه في المكشوف نعم صحي تذمرت يودي مخويك ما تشوفش ما تشوفش كويزينه انترن هذه ما تخرجش لا واش قال لي؟ قال لي بربي السيد هذا واحد من المحبين ضاع هو حتى شيء راهو السيد هذا اللي تو دافع على الترجي شبيه ما دافعش علينا في بالمكشوف تكلمت انا قلت له لا يا ولد راي بالمكشوف ماهوش بلاتو باش تدافع فيه تدافع به على الترجي عن حق ولا عن غير حق احنا اربعه ولا خمسه من الناس غاديكا يوجعني قلبي كي اربعه ولا خمسه وقتها راه مش اسمه راهو وقتها مندرج بنياني لا ذيك وقتها مندرج بنياني هو الانيماتور برينسيبال فهمتني كل واحد ماهوش يدافع على جمعيته كل واحد عنده رايه انا عندي راي في الترجي ربما اللي الاربعه الاخرين ضدي وهذا ما عجبتش لا مازال هاو جاك يتلفت نفسه ذاك قال لي يا خويا كي نعملوا احنا تلفزه بتاع الترجي شد انت مديرها قلت له نشد مديرها وبلاش فلوس اي يا اخي قلبوها ما نعرفش كيفاش وتخرج من خدوة عنوان في زوج جرايد الصباح وما نعرفش شنو جريده اخرى بريسك نفس في العنوان المنصب بن سعيد يتنكر الى قناه حنبال ويلتحق بالتلفزة الترجي وقت التلفزة تحت ومازال ما فماش الترجي يهزوها هكاك بك العنوان هكاك وسي العربي وقتها ربي يشفيه مرة أخرى زادة يعمل فيه عمرة صبوا له صبة يا سيدي الحاجرة وسبنا والحاجة عمل لك والحاجة ماشي نورمال أنا عرضني صالح القادري اللي هو أخويا راه
الله يرحمك يا صالح يا بي. الله يرحم. قال شو هو اللي عمل؟ شو هو اللي والتجارايد والدنيا مقلوبه؟ قلت له والله ما عملت شو اللي عمل. قال يكسب يتحنى يا ودي لسهات وجيبوا لي التسجيل فيه. عملت ساعه ميزو بوان مع زوج جرايد هذوكم ميزو بوان كيما يلزم كيما بالحقيقه اللي صار اللي قعدت تو نحكي لك فيه. بعداش مشيت للنجوى مدام نجوى الرحوي. تحياتي يا مدام نجوى الرحوي يا باهية يلي صلحتني في برشا حاجات. وي نجوى الرحوي كانت رجل كألف، هذه امرأة كمئة ألف. تخدم معنا في بالك ولا ايه؟ والله اللي في بالي. والله اللي في بالي. اي نجوى تبارك الله عليها محلاها. اي كانت منصف يا سخطة، كانت تتكلم فيا بلغة معناتها تلقائية. تلقائية ربما اخوها الكبير ربما حاجة كينا كي. شنو اللي عملت؟ لا ما عملت شيئا. شنو المشكلكم شنو؟ قالت لي راهو خالصي العربي وقفوه. قلت لها تومي ما حتى مشكل. اما راهو حاجة برك نحب نوصي عليها اللي هي كبتي. كبدة متاعي باش نخليها لهنا. هي سبور زمان. لا قلت لي سبور زمان ما عنده حتى دخل. وراوسي العربي تو كل واحد يطردوه يطردوه من حاجة. يلح يقول لهم ردوا بالكم تمسوا له سبور زمان. تقعد تخدم معاه. حتى واخدة في سبور زمان. والايام حسيلو واللي كانوا سبب في هالصبه هذيا تعرفهم شكون؟ نعرفهم. ايه شكون؟ لا لا زيني عاد من شكون نخرج من هنا. هما يعرفوا اللي انت تعرفهم؟ نعرفوا. لا يعرفوا على خاطر مشيت لهم. لومتهم؟ لا لا مسؤول من القناة غادير. القناة مسؤولين ما عليناش حسيلو وربي يفك علينا ما عليناش. جي شو اسمه تو سبور زمان ما كنتش ناخذه انا راه باش نوريك الاجواء وقتها مع بن غربية. سبور زمان قدروا من عربي نصر علاش ما نعملوش كل شياب وكل كانت كرة بركة هو. انا رديتها كل شيء فهمتك لي ديسيبلين كل كونفونديو. طريقة خايبة كانت تخلي عليك وقتها مع انا ما نحسهاش مش متكبر عليها. ما نحسهاش لاني اولا نعرف روحي مظلوم، ثانيا انا يا خويا نبوس كف يدي الحمد لله. ما حكيتش معاه؟ ما حكيتش معاه بالكل 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 ولا جبد لي بالعكس كي حتى كي كنا نتقابلوا في كي نتاو خارجين احنا ويبدا خارج من بيرو يقول لي يا خويا اللي جبته يرحم والديك يا خويا واللي جبته يحكي لي كان على سبور زمان. ثم بعد نعرفش عامين هكاك عام عامين وانا قررت وقتها بسبور زمان ويزي فيه البركه. جاني عبد الرزاق. عبد الرزاق يا ماما قال لي راك باش تخدم معايا في ديمونج حنا بال. راني كلمت سي العربي قلت شكون؟ قال لي سي العربي. قال سي العربي احسن راجل اخترته معك. هذا اللي طردني. فهمتك. اللي طردني لاسباب وقت اللي جي انا نكذب عليك ونقول لك راهو كذا وكذا 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 تقول عجب هذا اللي عاتي فيه انا الثقه وعاتي فيه كذا. وقت اللي بديت نخدم مع عبد الرزاق عيط لي سي العربي قال لي راهم الكل باش يكذبوا عليك. والله العظيم ما اخترتك انا وخاطر كلهم وقتها. انا دبرت لك شنو اللي دبرت لي يا ولدي؟ يا ولدي انا اما بنعم واما بنعمه ربك فحد. انا نعمه ربي اللي عاتيها لي واني غرمني بهالشيء هذا غرمني بالصحافه. نتبع الصحافه ملي انا صغير نحب وربما زاد ما كانت الوالد خلتني باش نكون منضبط اكثر. الترجي تثبت في مغادرتك لقناه حنا بعلو.